الدهون العنيدة. الدهون العنيدة أو الدهون اللي ما بتخسش أو الدهون المبوظة في شكل القوام. الدهون دي ناس كتير تقولك لا دي ما بتنزلش ما بتطلعش ملهاش نتيجة. عندنا هنا ان احنا بنشتغل بنفس التكنولوجيا اللي هي مسؤولة عن تفتيت الدهون العنيدة وتعمل كونتورينج للجسم، الإكزيميا اللي مسؤول عن تفتيت الطبقات الداخلية او طبقات الدهون المتليفة اللي تحت الجلد اللي هي ما بتتفتتش ولا برياضة ولا بتنظيم غذائي ولا بأي حاجة، فبنعمل ريشيب عن طريق تفتيتها في خلال 30 ل 60 دقيقة.